قال مسؤول الصحة في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أعضاء حماس وأصابت ثلاثة آخرين بالجروح. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف المسلحين الذين كانوا على وشك إطلاق بالونات تحمل مواد قابلة للاشتعال. وقالت إسرائيل بعد الغارة الجوية إن الفلسطينيين أطلقوا قذائف هاون على الجنود الإسرائيليين عبر الحدود. وقد تدفقت أعمال العنف يوم السبت الماضي بعد إطلاق إسرائيل عشرات الغارات الجوية، مما أسفر عن مقتل صبيين اثنين. ورد الفلسطينيون على ذلك بإطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل، ويعد هذا إطلاق النار على شتى كثافة منذ عام 2014.